بسيطة. لا مش بسيطة ما شاء الله عليك، ربنا يحرسك. فكرة حلوة. بص بقى الفاهيتة بتاعت مالك، بصوا عاملة ازاي. بص الساندوتش رائع وحاطط فيه كركم وبتاع ومظبط الدنيا. مالك اللي شجعني ان انا اجي لك اصلا، والله العظيم وقفتك ان انت راجل، يعني انا يعني ما كنتش متخيل ان انت صغير كده. ربنا يبارك لك يا مالك، ربنا يبارك لك ويحفظك، وسلامي لماما وبابا وتحية ليهم جدا ان هم مخلفين راجل. الراجل طبعا سيد السويفي من اليوتيوبرز الناس المحترمة جدا اللي بتقدم ريفيو عن المطاعم، هايل جدا. هو الراجل ده سبب ان انا عرفت مالك. لا دي حاجة، دي حاجة بتاعت ربنا مش سبب لأي حد، ده في الاول والاخر دي حاجة بتاعت ربنا. هو ولد مجتهد حب يعمل حاجة كويسة، عنده تفكير عالي قوي من دلوقتي ان هو يبدا مشروعه الخاص وان هو يعتمد على نفسه. صحيح. احنا بنبقى اسباب بس في حياه بعض. انا ما عملتش اي حاجه غير ان انا كنت سبب في حاجه، انه ربنا يكرم الولد ده عشان هو مجتهد وعنده اصرار ان هو يعمل حاجه كويسه. بس لا بجد يا سيد بحييك والله. سيد ما شاء الله من الناس المحترمه جدا، حتى الريفيوات بتاعته انا بقى بجر وراه، يعني ما بروح عند حد لازم اروح اشوف الراجل السيد ده قال عند مين. ده شرف ليا. ربنا يبارك لك يا سيد. ومالك ده يعني عايز اقول لك كنز، ده راجل محترم جدا، حاجه كده جميله. انا بحبه، انا من ساعه ما صورت عنده انا كل يوم باجي له. هو ما شاء الله شكله وشه بشوش كده وبيضحك دايما. هو شاب جميل وجميل. ربنا يبارك لك يا مالك، وانا انا مبسوط. اكله تحفه. لا وربنا يبارك في اهله فعلا ان هم مطلعين عقليه زي دي، وراجل من الاوائل. ده بيقول لي انا من الاوائل في المدرسه كمان. هو قال لي برده كده ما شاء الله، والحمد لله ربنا رازقه برده هنا بشباب محترمه جدا. الناس اللي حواليه ناس كويسه جدا زي اخواته، فالحمد لله الموضوع امان. لان انا لقيت كذا حد بيتكلم انه لا هو وقفه الشارع مش حلوه ليه، الموضوع ممكن ما يكونش امان مش عارف ايه. لا هو الحمد لله ربنا كرمه بناس محترمه واقف معاهم. صح. وهو ما بيعملش حاجه غلط يعني ما شاء الله. 13 سنه قلت ان انت تنزل تتعب وتشقى عشان عامه انت قلت لي مش محتاج حاجه في البيت يعني الحمد لله. في الاخر بابا وماما بيصرفوا، بس انت حبيت تبقى راجل وتقف تساعد نفسك تشتغل، ما تستناش حاجه من حد. صح صح. ايه احلامك بقى؟ نفسك تطلع ايه؟ نفسي اطلع مهندس كمبيوتر. نفسك تبقى مهندس كمبيوتر؟ اه. تحب الكمبيوتر؟ حلو ده. بس عايز تعب شويه بقى، عايز مذاكره جامده. صح. لا انا بصراحه مبسوط بيك جدا يا مالك. مبسوط جدا جدا ان انت كل الشباب، طبعا انا مش بقول لكل الاطفال ان هي تنزل تشتغل، بس لما يكون في حد كده لازم نساعده، لان احنا عايزين نطلعهم رجاله. يعني ده يطلع راجل بيعتمد على نفسه من هو عنده 13 سنه، بيبدا ينزل الشارع ويكتشف حاجات كتيره جدا، وما شاء الله واقف جنب ناس محترمه برده بتساعده، فهو مفيش خوف عليه قوي. انت بيتك جنبك هنا صح؟ اه انا ساكن في الاسمرات. مش بعيد يعني؟ اه. صح؟ اه. بتيجي شايلها كل يوم الصبح دي؟ اه يعني شايل الشنطه. انا هشيل الشنطه يعني تقيله قوي. عمالي حبيبي يا باشمهندس اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. قال لي ان انت من اول الداعمين لي. والله هو كله فضل من ربنا ما شاء الله. والله انا يعني لقيته كنت واقف كده فلقيته واحد مجتهد و بيسعى وباين عليه ان هو ابن ناس فعلا متربي وعنده هدف، فبدات اتكلم معاه فقلت اشوف الحاجه اللي بيبيعها، فلقيت بسم الله ما شاء الله يعني كل حاجه طعمها احلى من الثاني. انا لسه ضايق دلوقتي بصراحه يعني، حتى مش بجامل ده حقيقي فعلا. ده خطير وسعر لا يقارن يعني، هو لا يقارن. هو ايه اصلا دلوقتي موجود ب 10 جنيه؟ ما مش حاجه ب 10 جنيه. باكت اللبان ب 10 جنيه اللبان. بقول له يعني يا مالك عايزين نعلي الاسعار شويه. قلت له كده، بس هو عنده هدف ما شاء الله يعني، زي ما حضرتك شايف كده البرودكت محطوط حلو قوي جدا ومت ومتكيس وبتاع. اه يعني كل حاجه بسم الله ما شاء الله زي الفل بصراحه. فهو لازم يبقى فيه دعم، والدعم ده بيجي له من ربنا مش مننا. هو الناس، هو ربنا اللي بيبعت له. انا عارف الناس كلها هتيجي. هو ربنا اللي بيبعت له ولاد الحلال. هو اكبر اكبر من كده كمان. بالظبط. مالك ايه اخبارك بقى مع مالك؟ وايه مالك احنا شايف الموضوع بتاعه ازاي؟ لا ممتاز طبعا. لسه ده تاني يوم ليه. ثالث يوم. ثالث يوم الرابع. قال لك ايه لما جه بقى؟ اليوم انا هو ما قاليش اصلا حاجه وما دخلش عليا. اه. لقيته كان قاعد. حلو. يا ملوكا تعال. ايه؟ قال انا قاعد. انت طب بتعمل ايه يا مالك؟ قال انا ببيع سندوتشات وبعملها في البيت وكده. طيب. ما شاء الله. طب تعالى يا مالك بالليل الساعه 7.
الساعه 7 ولا كان الساعه 9. جيب الليل الساعه 9 جبت كام واحد ايا كان تمام. كان صحابنا طبعا قاعدين وكده الحمد لله ما في ظرف خمس دقايق 10 دقايق اتعاملت معاهم 10 دقايق حبيبي مان عشان انت محترم والله وقعت في ناس محترمه زي دي حبيبي ربنا يبارك لك على طول مظبطيني طول ما انا قاعد هنا انت عشان انت تستاهل. ايوه بقى الناس اللي بتاكل بقى لا ماما والله العظيم ايه اخبار مالك معاكوا بقى؟ لا هو الدنيا حلوه اساسا هو لسه ايه اللي عليه انت شفته فين؟ انا عرفته من على الفيس على الفيسبوك. اه ما هو سيد هو اللي صوره. ايوه لا ما شاء الله والساندوتش ده حلو جدا وسعره حلو جدا على فكره 10 جنيه دلوقتي ولا ما يعني مفيش حد يعني ايه رايكم في فكره ان هو صغير كده؟ لا ده حلو اساسا الحوار ده لسه بقول له يعني ما شاء الله 13 سنه واحنا الفان كده لا ان شاء الله تعمل ما هو ده يخلي يشجع الشباب ان هم يعملوا يعني انت بص هو من فكره بسيطه جدا بيعمل اكل في بيته وبيجي يقف فيه ساعتين ثلاثه وربنا ده احلى حاجه في سنه ده بالظبط يبدا في سنه هو ما شاء الله يعني نشيط يعني هو ملك فشجعوه دايما كده وقولوا لاصحابكم عشان هنا خلاص اه كل الناس بقى تيجي نقعد هنا اصلا تيجي النهارده عند مالك وبكره وكل يوم يخلصوا الاكل بدري عشان يروح بدري. اخبارك ايه؟ كله تمام كل سنه طيب الاول. عرفت مالك منين بقى؟ من انا واحد صاحبي كان عنده وعجبه قوي الاكل يعني هدوه النهارده؟ اه طب دوه يلا قول لي عايز احسن حاجه عندك ايه يا مالك؟ قول بس كل اللي عندي ايه رايك بقى في السندوتش؟ اكلت السندوتش بتاعك؟ اه جامد. طلبت ايه من مالك بقى؟ سوسيس ده البانيه اول حاجه. السلام عليك. انا هاكل بقى عشان انا هاكل انا. بصوا البانيه بتاعه عامل ازاي؟ قول لي بقى نشرح للناس الفاهيتا بتعمل ازاي. ماشي عادي. وصفه الفاهيتا من الشيف مالك. يلا. ماما هي اللي فكرت في الفكره دي مع ان انا اصلا كنت بدور اشتغل بس مش لنفسي. ماما قالت لي احسن حاجه الشغل عند نفسك يعني انت لما تعمل حاجه لنفسك احسن مليون مره مش دي رساله حلوه جدا بصراحه. انا النهارده عند الطفل مالك اللي عنده 13 سنه وقرر ان يكون ليه مشروعه الخاص. مالك طفل رائع يستاهل التشجيع والدعم. عامل سندوتشات رهيبه كبده وبانيه وفاهيتا وحاجات حلوه كتير فعلا نظيفه جدا وسعرها كمان على قد الايد وحلوه. مالك واقف في شارع 9 في المقطم جنب بافلو برجر على طول. اول ما تشوف مالك وضحكته الحلوه هيدخل قلبك. يلا بينا ندوق احلى سندوتش من ايد مالك ونروح نشجعه كمان. يلا بينا. السلام عليكم. وعليكم السلام. حبيبي يا مالك. الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. عامل ايه؟ تمام. انت عارف انا جاي لك من بعيد جدا لما شفت الفيديو بتاعك مع سيد السويفي ما شاء الله تصوره وسيد حد محترم جدا فقلت لازم اجي اصور معاك وندوس السندوتشات الجامده. الاول بقى نعرف الناس بيك. انا اسمي مالك عمرو عندي 13 سنه. السنه اللي فاتت الترم اللي فات طلعت من العشره الاوائل على المدرسه. ما شاء الله. انت في مدرسه ايه؟ المقطم الاعداديه الثانويه بنين اللي هي. طب يعني تحيه لمدرسه المقطم كلها. شكرا. طلعت من العشره الاوائل. الحمد لله. انت في سنه كام اصلا؟ اولى اعدادي. اولى اعدادي. الحمد لله. الفكره جات لك منين بقى؟ احكي لي كده انت جات لك منين الفكره دي؟ احنا الحمد لله الاول كان عندنا عربيه سندوتشات. تمام. كان في مكان كده المهم يعني قفلت الحمد لله ما حصلش نصيب. مين اللي كان بيقف عليها؟ انا ومامتي. حلو. مامتك بتشجعك هي في الموضوع ده؟ اه مامتي على فكره شيف ماهر جدا الحمد لله. هي اللي بتعمل سندوتشات؟ لا انا اتعلمت منها. اه يعني انت خلاص بقى انت الوقت اللي بتظبط الدنيا الحمد كلها. لله. حلو ده. الحمد لله. بقيت اعمل السندوتشات وقلت انزل انا بيها يعني بعد العربيه ما نجحتش معاك؟ انا قلت في الاجازه اجرب حاجه جديده مش لازم اقعد في البيت العب اضيع وقتي في حاجات تافهه. هي بقى لسه هنتكلم على الحته دي لان انت كده عملت حته صعبه جدا. انت كل الاطفال في سنك اول ما بيخلصوا الاجازه عايزين ينطلقوا ويجروا ويروحوا يلعبوا. مش معنى كده انا برده لما اول ما خلصتش الامتحانات لا انا لعبت بس بقى لازم اوازن ما بين دون والشغل ودراستي. حلو. انا برده لازم اذاكر شويه في الاجازه ما ينفعش. ما شاء الله من الاوائل يعني ما شاء الله مالك طالع من الاوائل في مدرسته. الحمد لله. انت بقى قول لي بقى الفكره بقى عملتها ازاي بقى قلت بقى لماما ايه؟
انت اكيد اللي فكرت ولا ماما اللي فكرت؟ الصراحه الصدق ماما هي اللي فكرت في الفكره دي، مع ان انا اصلا كنت بدور اشتغل بس مش لنفسي. ماما قالت لي احسن حاجه الشغل عند نفسك، يعني انت لما تعمل حاجه لنفسك احسن مليون مره. دي رساله حلوه جدا بصراحه، ان هو يشتغل يبقى يعتمد على نفسه ويبقى حاجته وانت مدير نفسك زي ما بيقولوا. يعني عملت لك، قالت لك بقى نجيب البوكس ده. دون بابايا كان شغال في طلبات بس عمل حادثه، بس استنى احنا طبعا الحاجه دي وانا خدتها. يعني كان شغال بموتوسيكل، كان شغال بموتوسيكل بس عمل حادثه، متهيألي العربيه خبطت فيه بس فتحت له خلع، حصل له خلع في الكتف. يا ساتر يا رب. الحمد لله الحمد لله. الف سلامة. طب هو عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله تمام كويس. الف سلامة عليه. الف سلامة عليه. انت قلت تساعده كمان يعني؟ لا لا انا مش بصرف اي حاجه على البيت، انا بابايا ومامتي هم اللي مسؤولين عن شغل. يعني انت بالحاجه دي بتاعتك انت؟ ده الفلوس انا وبابايا ومامتي الحمد لله بيصرفوا على البيت. ما شاء الله ربنا يحفظهم لك. الحمد لله. وانت برضو ساعد عادي يعني، ما انت راجل. وايه يعني لما تساعد؟ ما ينفعش ماما وبابا. لا ربنا يخليهم لك، بس انت يعني بقت ما شاء الله شغال اهو الحمد لله. يعني لو عايز تجيب للبيت حاجه يقول لك لا يعني هات يا عم. لا بابايا الحمد لله احنا مش بابايا الحمد لله مش مخلينا محتاجين حاجه. ربنا يخليه لك يا حبيبي. ربنا يخليه لك. بابايا شغال بسم الله ما شاء الله في شركه اكوا باور. اسمه ايه بابا؟ عمرو. تحيه للاستاذ عمرو. تحيه للاستاذ عمرو انه مخلف راجل والله العظيم، راجل وبألف راجل كمان. الرزق عمره ما كان في يوم بكتر المال، في حد رزقه في صحه وحد رزقه عال، وفي حد رزقه في ستره ورزقه راحت بال. يعني الكمال لله مبدل الاحوال، كل لما يرضى العبد بيزيد من هداه.